اهلا بكم من جديد. محمد نور المتحدث الاعلامي لحزب النور قال ان حزبه سيشارك في مؤتمر السياحه في اسبانيا مع خبراء السياحه المصريه، وقال ان المشاركه جاءت للتاكيد على ان التيار السلفي لا يقبل تدمير السياحه ويعمل على تنشيطها من خلال الترويج للسياحه الحلال في مصر حتى يمكن لها ان تستعيد وضعها الطبيعي بين الدول السياحيه. موقف حزب النور بيتزامن مع اللقاء اللي عقده حزب الحريه والعداله مع غرفه السياحه لبحث الوضع السياحي في مصر في مرحله صعود الاسلاميين. معنا على التليفون الاستاذ محمد نور المتحدث الرسمي لحزب النور. مساء الخير استاذ محمد. انا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل حقيقي ان الحزب هيشارك في مؤتمر السياحه باسبانيا؟ هو حضرتك بدايه الامر جه، انا كان معايا اجتماع يوم الخميس الماضي مع غرفه صناعه السياحه ومع رجال صناعه السياحه في مصر. ايوه. واللقاء كان هدفه الاساسي ان هم يكون بدايه عده اجتماعات للعمل على تطوير السياحه في مصر. وتعديل صورتها برضو ايضا، ان احنا برضو احنا كانت المقدمات اللي احنا اتكلمنا فيها، المقدمه الاولى ان لا احد يرضى ان مصر تتاثر او يحصل ضرر لاي مصري باي شكل من الاشكال، ده رقم واحد. رقم اثنين ان لا احد ايضا لا في السياحه ولا في غيرها يرضى ان اخلاق مصر تكون غير محترمه او لا يوجد ضوابط فيه، يعني في كل عمل في ضوابط اخلاقيه ليه، حتى الامم المتحده وضعت حتى زي ميثاق ضوابط للنشاط السياحي في العالم كله، يعني فاحنا ما بنجيبش شيء بدعا من القول يعني. فاحنا رحبنا واثبتنا استعدادنا الكامل للتعاون مع القائمين على السياحه لتنشيطها لازاله اللبس الواضح. احنا بنقول نريد نمو للسياحه ونهوض للسياحه بشكل كامل، وشايفين ان حصه مصر من السياحه قليله جدا بالنسبه لامكانياتها. من العيب ان احنا 30 اثار العالم نمتلكها، من العيب ان احنا نمتلك هذا الجو وهذه الحضاره، وفي النهايه موردنا من السياحه مثلنا مثل اي دوله عدد سكانها 4 مليون او 5 مليون، ولا تمتلك اي موارد ثقافيه ولا حضاريه زي مصر. فكان الهدف بالاساس وضع خطه لتطوير السياحه بشكل كامل. الامر الثاني احنا عرضنا عليهم ان احنا على استعداد كامل لازاله اي معوقات او مشاكل بتواجه النشاط السياحي. عظيم. احنا عندنا مشاكل متعلقه بالبنيه الاساسيه للسياحه، متعلقه بتدريب العماله في السياحه. احنا عرضنا لهم تصور، احنا حزب النور عنده تصور بشكل كامل للنهوض بالسياحه المصريه، في ظل ايضا يعني عدم المساس، والكل متفق ان لا احد يرضى بالمساس باخلاقنا ولا ضوابطنا الشرعيه ولا ده كلام ده كلام عظيم ومحترم جدا، بس لفت نظري في تصريحات حضرتك انك قلت سياحه حلال. يعني ايه سياحه حلال؟ سياحه حلال على فكره انا يعني لم اقل هذا المصطلح، لكن الصحافه هي تناقلته. وانا اظن ان احنا كل اعمالنا يجب ان تدور او هي تدور بالاساس في شكل الحلال والحرام استثنائي يعني. فالحرام في الشرع هناك قاعده شرعيه تقول الاصل في الاشياء الاباحه ما لم ياتي نصا بالتحريم، فاحنا نعتقد ان الاساس في انشطتنا الاقتصاديه والعمليه الحل ما لم يكن نص محرم، ولا احد فينا كلنا كمصريين متدينين ومسلمين وغير مسلمين في الاساس يرضى ان يكون انه يعمل عمل غير جائز او غير شرعي او كده. انا بس عايز توضيح اكتر، يعني ايه مقصود بكلمه نص محرم؟ يعني مقصود بيها ايه؟ لا انا بقول لحضرتك احنا في اتفاق كامل ان كلنا حريصين على الحفاظ على اخلاقنا وضوابطنا، وان اي سائح بيروح في اي مكان في الدنيا بيحافظ على الضوابط العامه لهذا الشعب وهذه البلاد. احنا يجب ان نفرق ما بين هو خاص وما بين هو عام. أيوه. الخاص الاسلام يحمي الخصوصيه بشكل كامل، لا نستطيع ان نطرق الابواب على احد ونقول نسالهم عن اكلهم او شربهم او كيف يعيشون، لكن اذا خرجنا الى الطرقات او كده هناك اداب عامه للشارع المصري يجب ان تحترم والجميع متفق على ذلك. ايضا العاملين في السياحه اخبرونا ان القوانين المصريه القائمه هو حقيقي بالفعل كافيه لضبط الاداء السياحي ونشاط السياحي. يعني في وجهه نظر كبيره متقاربه، وان احنا نعمل عن واحنا انا وجهتهم بمنتهى الصراحه والوضوح قلت لهم ان الكره في ملعبكم ليست في ملعبنا، ما حدش يقول ان احنا صرحنا في فضيحه او شيء هو اللي مأثر على الصحه، لا احنا كنواب الشعب هنسالكم هل اديتم الامانه والمسؤوليه للقيام بنشاط سياحي حقيقي متطور ويليق بمصر وما تملكه من ثروات، وايضا يفتح باب لكل المصريين للعمل في السياحه، لان احنا كنا بنعاني من فساد في كل قطاعات الدوله حتى قطاع السياحه. صحيح. لم يخلو من فساد من النظام السابق، فساد اداري وتشريعي وفساد
متعدد بكل شيء، وبرضه حصر هذا النظام على بعض فئات الشعب واستخدم من تحت السياحه فقط لقله قليله في الشعب المصري، الكلام ده مرفوض. الشعب كله يجب ان يستفيد، والشعب كله يجب ان يعمل على تطوير السياحه وتطوير نفسه يعني. طب استاذ محمد اسمح لي، يعني يمكن السائح الاجنبي متعود دايما لما بيجي القاهره او بيجي شرم الشيخ او بيروح السواحل بتاعتنا معتادين على طقوس حياه معينه مرتبطه بحياتهم وطبيعتهم وتقاليدهم وعاداتهم، هل سيسمح لهم بهذه العادات التي كانوا يمارسوها من سواء سياحه الشواطئ سواء ما يقومون من تعاطيه من مشروبات وغيره، ولا هيكون وضعهم ايه؟ يعني بداية دعنا نتفق على المقدمات والإيجابيات، ننطلق من مقدمة إيجابية أننا لا نريد التأثير على أحد ولا الإضرار بأحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أنهاكم عن ثلاث: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالإضرار بأحد بأي مورد من موارد اقتصاد مصر هذا مسؤولية شرعية يجب أن نحافظ عليها في ظل الضوابط الشرعية الكاملة التي يرضاها الجميع. ده رقم واحد. رقم اثنين، السائح الذي يأتي لمصر لا أعتقد أنه يأتي ويتعمد الإساءة للأخلاقيات المصريين يعني، ولذلك تجد أنا أعتقد أن معظم السياح لما حينما يذهبون إلى أي مكان في العالم بيسأل عن تقاليد وعادات، وأنا تكلمت مع أجانب كثيرين وكلهم متفقون على هذه النظرية أنه بيسأل عن عادات وتقاليد هذا الشعب ويحترمها على الأقل في الأماكن العامة. الأماكن اللي لها خصوصية نحن لا نفتش عن خصوصية أحد في النهاية. أنا بشكرك جدا أستاذ محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور. في الأونة الأخيرة أثار الجدل حول إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجدل اللي تحول إلى خوف بعدما قامت مجموعة من المتشددين بالهجوم على محلات بمحافظة المنوفية، وده كان تطبيق عملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة. تخيلوا ده ممكن يحصل في التحرير. كاميرا 90 دقيقة كانت مع أصحاب المحلات النهاردة، تعالوا نشوف قالوا إيه. حصلت الطيارات الإسلامية على نسبة تتعدى النصف من مقاعد البرلمان. أثار هذا تساؤلات عدة بين أوساط المصريين مسلمين وأقباط. طبعا أنا خايف جدا. التيار الإسلامي لو داخل مجلس الشعب على إن هو هيبني دولة إسلامية على مفهوم الإسلام الصحيح أنا مش خايف، إنما على فهمه الشخصي للإسلام يبقى انا خايف جدا. عمر ما التيار الاسلامي ما يظلم حد ولا يجور على حد ولا يسرق اموال الشعب. ده لما يبقى التيار الاسلامي في مجلس الشعب ازيد من 55% هنرجع تاني لنقطه الصفر. ازاي؟ ان هيبقى رئيس مجلس الشعب يقول موافقه. هم احسن ناس ان هم يوصلوا للامان، ان هم طبعا هيحاولوا ان احنا يمشونا بالشريعه الاسلاميه. قد لا يكون هناك اعتراضا على تطبيق الشريعه الاسلاميه، وانما قد نختلف حول طريقه تطبيق هذه الشريعه السمحه، خاصة بعد تكون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا، والتي دهمت بعض المحال التجارية بمحافظة القليوبية وأثاروا حالة خوف بين الناس. هي الجمعية طبعا هي مرفوضة، هي تطبق في السعودية بأسلوب أحسن من كده طبعا وجميل جدا. احنا هنا طبعا احنا متشددين شوية، هم لسه في أولى ابتدائي السياسة. السلفيين هم لا عايزين يطبقوا معرفش نظام معين وضغوط محددة، هنا ما تنفعش في بلد احنا اساسا مسلمين ومسيحيين عادي. ده شيء من اساسيات الاسلام، بس هو مين مخول بكده؟ المخول بكده ولي الامر مش اي حد يعني. احنا ديننا دين تسامح، ودين يعني اذا كان ربنا بيغفر الشعب مش هيغفر. الشعب المصري كله من كبيره لصغيره محتاج يروح يتعالج في مستشفى المجانين. بعد الثوره وبعد الفكر المفروض ان هو يكون اتغير. حتى اي جماعه مش المفروض ان هي تتكلم كده يعني، مفيش ما يدعو يعني ان الواحد يحكم رأيه في منطق ديني أو كده في بيع وشراء وكده، لأن احنا على طول بنتعامل من سنين. لهذه الجماعة صفحة على الفيسبوك، يبدو من التعليقات التي نشرت عليها أنها لم تلقي قبولا بين الناس، فهل ستكون هذه الهيئة أحد مخاوف المصريين فيما بعد؟ ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور. في واقعة غريبة النهاردة، احتجز عدد من المصابين وأسر الشهداء الدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة في مكتبه، وقفلوا عليه الباب اعتراضا منهم على عدم تنفيذ مطالبهم، وقرروا تركه يخرج بعد أن وعدهم بالذهاب إلى مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة لمصابي 25 يناير قبل صرف مستحقات المصابين في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
عشان نتعرف على المزيد من المعلومات. معنا على التليفون الدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ عمرو. ايه اللي حصل النهارده احكي لنا. لا هو مش اللي حصل النهارده، اللي حصل امبارح والنهارده يعني انا يعني لسه يعني لم يصلني التكليف بشكل نهائي ولسه يعني كان في مطلب من المصابين ان يكون لهم مقر دائم خاص بهم ومعروف مكانه، فاخذنا المقر ده وتم تجهيزه ولسه بنستكمل التجهيزات ولسه يعني بننقل قاعده البيانات. أيوة. وقلنا في المرحلة دي هيتم تسجيل الشهداء عشان ننتهي من ثلاث ملفات اللي هم ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. فتسجيل بيانات لا يستدعي أكثر من خمس مكاتب وبنات بيقعدوا بياخدوا البيانات والورق ويدخلوها. أيوة. عشان تبحث. وقلنا احنا هدف وطلع بيان رسمي من مجلس الوزراء. تمام. ثلاث ايام دول يا جماعة هنسجل فيهم بيانات علشان ايه؟ عشان نصرف يوم 18 و19 و20 للشهداء. كويس؟ لما يصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء بهذا المعنى ثم نجد ان في بعض القنوات وبعض الاذاعات يعني تردد طول الليل وطول النهار ان هيتم صرف كافه المستحقات من يناير، لك ان تتصور في كم واحد هيجوا؟ اه طبعا. جه 4000 واحد على خمس ست بنات قاعدين بياخدوا بيانات. فطبعا هرج ومرج غير عادي. يعني انا امبارح كان في يعني 4000 او 3000 واحد، انا طبعا ما اقدرش احصل العدد بالظبط، لكن المبنى كان يعني مليان على الاخر وصل لغايه الشارع. ولولا ان الولاد الثوار الاشراف تصدوا لهذا الهرج والمرج ونظموا الموضوع كان حصل كارثه. ف انا بتساءل دلوقتي مين اللي مصر على يعني اصدار مثل هذه القلاقل والاخبار الكاذبه. اليوم بعد ما مجلس الوزراء مشكورا ثاني مره صلح وقال، وانا يعني نزلت في بعض القنوات وفي الاخبار التتر اللي تحت المواعيد بالظبط الاقي نفس الحكايه بين كافة أنحاء الجمهورية ويطالبوا بكافة المتأخرات من يناير لغاية النهاردة. فأنا وجدت إن ليهم بعض المطالب عادلة. وبعدين أنا لم أحتجز، يعني أنا وسط ولادي وسط إخواتي ودول أعرفهم من يناير. تمام. وبالاسم يعني أنا بعالجهم من زمان. وأنا لا أخشى على نفسي منهم. أنا طلب امس مني او سئلت اذا كان احتاج يبعثوا لي قوات امن او قوات جيش، انا رفضت مع ان وجود فيه 4000 واحد في منتهى الثوره. قلت انا ارفض اي تدخل، احنا هنحل مشاكلنا بنفسنا. وطلبت من الولاد الاشراف ان هم يا جماعه تصدوا للناس دول اللي جايين فقط عشان يخربوا، والاشراف كتير يعني مش عايز اقول لك كل الولاد تصدوا ليهم لما لقوا ان في رغبه حقيقية وصادقة مننا ان احنا نساعدهم. واليوم لما لقيت ان في بعض الطلبات المنطقية زي ان في 30 واحد من يناير خلصوا الكوميسيون الطبي وليهم حق ولم يصرفوا شيكات، قلت لهم لا انا مش هسكت على كده، تعالوا نروح ونشوف ايه الموضوع عشان نشوف حق الولاد. رحنا ولقينا في ان فعلا في كان في 30 واحد كان ليهم اعاده كشف، مجموعه منها تم قبول طلبها وفي مجموعه ثانيه لا يزال البحث لسه مستمر فيها. فطلعنا قرار ان المجموعه اي حد قفل القوميسيون بتاعه وليه حق ان هو يصرف ويصرف فورا قبل احداث محمد ومحمود وقبل احداث بصير واي حاجه، طالما من يناير معاه ما يثبت ان هو مصاب ثوره فله الحق. هيصرفوا امتى بقى يا دكتور عشان نعرف المواعيد لو سمحت قولها لنا؟ احنا قلنا ها. تسجيل بيانات كان اليوم، كان امس واليوم وغدا. أيوة. تسجيل بيانات شهداء مواقع ماسبيرو محمد محمود مجلس الوزراء. تمام. 15 و16 تسجيل مصابين نفس المواقع الثلاث. تمام. صرف مستحقات الشهداء
من المواقع الثلاثة من 18 لغاية 20. يبقى الصرف هيكون من يوم 18 يناير ليوم 20 يناير مزبوط؟ طيب. أيوة. عزيز. بالنسبة للمتأخرين عن القوموسيون من يناير. أيوة. كان من ضمن القرارات اللي خدناها النهاردة في مجلس الوزراء مع الشباب اللي راحوا معايا إن هنعمل قوموسيون أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إن يكون في قوموسيون عسكري أيام 11 12 13 لكل المتخلفين عشان ننتهي من الموضوع ده. عظيم جدا جدا. يعني نقدر نقول كده مش هينتهي شهر يناير يا دكتور إن شاء الله غير الموضوع كله محلول. شوف يا أستاذ عمرو أنا 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 أتمنى إن الملف ده يقفل نهائيا في خلال شهور معدودة. خلال؟ مقبول إن إحنا نمط الموضوع ده أكتر من كده. خلال قد إيه؟ شهور قليلة. يعني ايه شهور قليله؟ يعني امتى يعني في تقديرك امتى؟ يعني انا لازلت يعني ايه في اول تكليفي بالامر فانا مش عايز احط ميعاد يبقى سيف على رقبتي لكن انا هبذل ما في وسعي ان احنا نخلصه مثلا في 3 4 شهور. طيب بس لازم برضو نقول للناس عشان يعرفوا المواعيد يا دكتور بعد اذنك لو سمحت. طيب حضرتك المواعيد اللي قلتها انا خدتها خلاص بس يا ريت برضو نقول للناس امتى يقدروا يصرفوا عشان الناس تبقى عارفه مطمئنه ان شاء الله. وانا بشكرك جدا جدا. يعقد المجلس الاستشاري غدا اجتماعه الأسبوعي لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية وتطورات الترتيب لحوار القوى السياسية حول مستقبل المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع السياسية في ضوء النتائج النهائية المرتقبة لانتخابات مجلس الشعب والاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى والترتيب لمستقبل المرحلة الانتقالية وكمان بعض حلول لأزمات أسر شهداء الثورة والمصابين لاتخاذ توصيات عاجلة ورفعها للمجلس العسكري. النهاردة مجموعة من الشباب عملوا استقبال شعبي للسيد اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في قطاع غزة واللي وصل منذ ساعات قليلة فقط إلى مطار القاهرة في مهمة حول المصالحة الفلسطينية. اللفت للنظر أن هذا الاستقبال جاء بعد أيام من استقبال غير مسبوق لهنية في تونس. كاميرا 90 دقيقة كانت في المطار في استقبال السيد اسماعيل هنية. ساعة مبكرة من صباح اليوم احتشد عشرات المواطنين أمام صالة كبار الزوار في مطار القاهرة في انتظار وصول اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس الفلسطينية المقالة. احنا في انتظار أبو العبد هنية رئيس وزراء فلسطين وفي الحقيقة احنا شايفين ان ده يعني واجب علينا ان احنا نبقى موجودين هنا وكان المفروض في الحقيقة نبقى عددنا اكتر شوية بس للأسف يعني ما كانش فيه امكانية ويعني كنا نرجو ان يبقى يعني واحد على 10 من اللي كان موجود سواء في تركيا او في تونس. جايين نرحب برئيس الوزراء اسماعيل هنية ونقول له ان انت منور مصر كلها واهلا وسهلا بك في اي وقت والشعب مصر كله بيحبك وان كان النظام السابق منعك ان انت تيجي تنور مصر او تيجي تشرفنا احنا دلوقتي في اي وقت اهلا وسهلا بيك وان شاء الله تنورنا دايما. يعني الرساله اللي احنا جينا النهارده نوصلها ان مصر اتغيرت ودلوقتي ان شاء الله ممكن نستقبل اي قائد عربي او اسلامي بحريه وان شاء الله بعد كده اي زياره لاي حد اي رئيس عربي هنستقبله هنا ويكون العدد اكثر من كده ان شاء الله بكثير. تاخرت الطائره لساعات والجميع ينتظرون باعلام مصر وفلسطين. اول حاجه اقولها له بعد الترحيب ان انا وكل مصر كلها وراك ورا المقاومه الاسلاميه وضد الصهاينه وضد الاحتلال الاسرائيلي واحنا كلنا واقفين وراك وبنفتدي فلسطين المحتله بانفسنا وباموالنا وبكل حاجه. احنا جايين هنا لنناصر قضيه فلسطين ونرحب بالاخ الدكتور رئيس الوزراء اسماعيل هنية ونقول له ان دي بلدك مصر وان احنا كلنا بنحبك وان بفضل الله في الوف وملايين المصريين بيحبوك جدا ومستعدين يجوا هنا ويروحوا فلسطين ويضحوا بانفسهم في سبيل نصرة القضية الفلسطينية وفي سبيل نصرة الحق. عايزين نقول له ان انت صمام امان الامة الاسلامية في قضية المسجد الاقصى والقدس يعني انتوا صمام الامان الحفاظ على قضية فلسطين وعلى المسجد الاقصى وبنقول له على الضرب استمر ومصر إن شاء الله الحكومة القادمة وراك وشعبها معاك وقلوبنا كلها بتدعي لك وبتقول لك يا أبو العبد أنت أمل الأمة إن شاء الله وربنا يحسن فيك الظن ونشوفك بإذن الله كما شفناك في القاهرة نشوفك قريبا في بيت المقدس إن شاء الله. بالأمس القريب أعد التونسيون استقبالا شعبيا لهنية في مطار قرطاج واليوم خرج مصريون يعلنون تأييدهم الكامل لحقوق الفلسطينيين والسؤال الآن بماذا سيأتي الربيع العربي على أرض فلسطين؟
الكاتب الصحفي العالمي الشهير توماس فريدمان شارك النهاردة في ندوة عن الأوضاع في مصر بعد الثورة. كاميرا 90 دقيقة كانت معاه في هذه اللقاء وفي هذا الندوة. الصحفي العالمي توماس فريدمان محاضرة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة حذر فيها من الانهيار الاقتصادي الذي يهدد مصر، مؤكدا أن الأمية هي العدو رقم واحد للمصريين، ولكنه أيضا قال إن كل مواطن يجب أن يفتخر بالفترة الانتقالية التي أعقبت ثورتهم لأنها مرت بسلاسة رغم أحداث العنف التي وقعت خلالها. أعتقد أن الثورة المصرية لازالت جارية، أنجزت الكثير وأخطأت في بعض الأمور لأخطاء من جميع الأطراف. الإنجاز لا شك في أن الطرف المواطن المصري يريد المشاركة، يريد المشاركة في الانتخاب، يريد المشاركة في الحكم، يريد المشاركة في التقييم، يريد المشاركة في بناء المستقبل. هذا أفضل إنجاز تام وأكبر إنجاز تام. بصرف النظر بقى عن تغيير الرموز، عدم تغييرها، المشاركة الحقيقة أكبر إنجاز. هناك أخطاء لا شك، هناك خطأ كبير في عدم وجود خريطة طريق واضحة ومنطقية من قبل من هم في السلطة، وهناك أخطاء من قبل الثوار، عدم الانتقال من العمل الثوري إلى العمل السياسي الثابت ببناء الدولة. حضر المؤتمر عدد لا بأس به من غير المصريين الذين كانت لهم آرائهم الخاصة حول الثورة المصرية. اللي أنا شايفاه في البلد، اللي بيحصل في البلد، لا، الشعب ما زال عنده إصرار، ما زال عنده العروبة دي اللي بتخليه يقف ويقول لا أنا هكمل، أنا هكمل في الثورة دي، أنا هكمل في الثورة دي، ولازم طالما ابتدى مشوار للحرية حيحصل على الحرية بإذن الله يعني. وقال الكاتب داني ستوكر بواشنطن إن ما حدث في مصر ثورة إيجابية بشكل كبير، ولكن الخطر الأكبر على الاقتصاد، محذرا من استمرار سياسات الرئيس المخلوع مبارك. الثورة المصرية لم تؤثر على المصريين فقط، بل انتقلت أصداؤها إلى العالم أجمع الذي لا يختلف على كونها ثورة كرامة، وسوف تحقق مبتغاها بصبر ومثابرة الشباب المصري. ياسمين الضوي، 90 دقيقة، قناة المحور. النهاردة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أثناء تفقده الخدمات الأمنية في الغربية طالب الشرطة بضرورة التصدي للخارجين عن القانون، وقال اللي هيعتدي على الشرطة من البلطجية بسلاح اضربوه بالنار. وقال وزير إن أجهزة الأمن رصدت دعاوى لإثارة الشغب وتخريب منشآت حيوية قرب ميدان التحرير خلال احتفالات الثورة، وإنه بيتابع تلك الدعوات وحيتم معالجتها سياسيا حتى يكون يوم 25 يناير عيد لكل المصريين يحتفل به الجميع بنجاح الثورة اللي خلصت مصر من معاناة 30 سنة. خليني أقول لكم عندنا إيه بعد الفاصل. بعد الفاصل هيكون معنا حوار خاص مع المفكر والكاتب الكبير الأستاذ فهمي هويدي. الفقرة الثانية هتكون عن الاتهامات الموجهة لبعض الشخصيات في أحداث مجلس الوزراء. هيكون معنا فيها الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، والأستاذ طارق الخولي المتحدث الرسمي حركة 6 إبريل للجبهة الديمقراطية. فاصل ونعود، أرجوكم تابعونا.